السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن الجانب الموزمبيقي يوقع السيد باشكو أروندا وزير الداخلية. مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية موزمبيق في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي. عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن الجانب الموزمبيقي السيد مانويل خوسيه غونسالفيتش وزير الشؤون الخارجية والتعاون. اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال الصحة الحيوانية. عن الجانب الجزائري السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن الجانب الموزمبيقي السيد مانويل خوسيه غونسالفيتش وزير الشؤون الخارجية والتعاون. اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال الطاقة. عن الجانب الجزائري السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، عن الجانب الموزمبيقي السيد كارلوس خواكيم زكرياس وزير الموارد المنجمية والطاقة. اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن الجانب الموزمبيقي السيد باشكو أروندا وزير الداخلية. بيان مشترك بمناسبة زيارة الصداقة والعمل لفخامة رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليب جاسينتو نيوسي إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عن الجزائر يوقع السيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن الجانب الموزمبيقي يوقع السيد باشكو أروندا وزير الداخلية. تابعونا على المواقع التالية: